نفتتح لقاءنا بخبر إلغاء الإضراب العام في قطاع النقل واللي كان من المنتظر تنفيذه اليوم في ولايتي نابل وزغوان احتجاجا على نتائج التحقيق بتحميل المسؤولية لسائق الحافلة حافظ جنان في حادث جبل جلود اللي صار بتاريخ 28 ديسمبر. إلغاء جاء بعد ما تم الاتفاق على تعهد الإدارة العامة للشركة بإرجاء التتبع الإداري ضد سائق الحافلة اللي بعد صدور الحكم القضائي النهائي في شأن الحادث المرتكب.